الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي ومع قاعدة جديدة يقول فيها الفقهاء: المشغول لا يشغل، وهي قاعدة دليلها العقل، فلا يختلف اثنان أن المشغول لا يشغل، والشرع نفهمه بواسطة العقل. العقل لا يرتب ولا يستطيع أن يصل إلى الأفعال التي يترتب عليها ثواب ولا يترتب عليها عقاب في الآخرة، لكنه يستطيع أن يفهم النص، ويفهم مراد الله ورسوله، ويفهم كيف يطبق هذا النص على الواقع، ويفهم كيف يغير الواقع حتى يهيئه لإيقاع النص عليه. العقل يقوم بكل هذا، لكن العقل لا يشرع. ومعنى عدم تشريع العقل هو أنه لا يستطيع وحده من غير نصوص الشرع أن يدرك هل الفعل الفلاني يترتب عليه ثواب في الآخرة؟ هل الذكر الله مثلا يترتب عليه ثواب في الآخرة؟ العقل وحده لا يدرك، لأن العقل كعقل يمكن أن يبرر الموقفين: الموقف الذي يقول إن ذكر الله الإنسان يثاب عليه، أو الذي يقول إن ذكر الله الإنسان لا يثاب عليه. يقول أحدهم: كيف أذكر الله وكل النعم التي أنعم بها علينا إنما هي قطرة من فيض بحار بحاره سبحانه وتعالى ومن نعمه، فأنا أخاف أن أشكره وأن أذكره، فيكون هذا في مقابلة القليل، كالملك إذا ما وهب شخصا حبة قمح ثم جلس هذا الشخص طول حياته يشكر الملك، فقد يكون هذا في إساءة أدب مع الملك. والثاني يقول: أبدا، هذه النعم بالنسبة لنا إن نعدها لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن هنا وجب علينا الشكر. لما نزل الشرع نزل بهذا وبين هذا، أن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نشكره ويحب منا أن نذكره: واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ومدح، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المشغول لا يشغل. الكوب الذي امتلأ بالماء مشغول، كيف أشغله بشيء آخر؟ بل وكيف حتى أشغله بالماء نفسه بماء آخر؟ فلا أستطيع أن أضع في هذا الإناء الممتلئ المشغول أي شيء آخر، لأنه مشغول، ولأن لا يمكن في محل واحد أن يقوم معنيين أو أن يقوم أمرين متعارضين غاية التعارض في وقت واحد وفي جهة من جهة واحدة. ممكن من جهتين، نعم، ممكن في وقتين متتاليين، نعم، إذن فهو ليس بمشغول، لكن القاعدة تقول المشغول لا يشغل. ولذلك المرأة المتزوجة لا يمكن أن تزوج، فلو كانت هناك امرأة ومتزوجة يأتي رجل يتزوجها، عقد الزواج الذي أنشأه هذا الثاني باطل، لا يقع، لا محل له. الكوب مليء، قضية الزواج هي تتزوج رجلا واحدا والرجل الواحد معها متزوجها، ولذلك الآخر هذا لا مكان له، فالمشغول لا يشغل. لو أن رجلا، وقد أباح الشرع للرجل أن يتزوج أربعة، قد تزوج الأربعة وأراد أن يتزوج الخامسة، ذمته امتلأت شرعا، شغلت،
المشغول لا يشغل. لو عقد على الخامسة فعقده باطل كأن لم يكن. حتى لو طلق امرأة من الأربعة في هذه الحالة، حالة غريبة يصبح فيها، أو من الحالات التي يصبح فيها للرجل عدة. نحن نعلم أن المرأة تمكس مدة يمكن فيها أن يرجعها زوجها إلى عصمته، وهي المسمى بالعدة، 3 شهور لمن لا ينتحض أو لمن لا تحيض كالآيسة، أو 3 حيضات لمن هي في سن الحيض. ولكن هذا الرجل ليست له عدة، لكن الرجل هذا له عدة، لأنه لما طلق واحدة من الأربعة ما زالت على ذمته، ما زال يمكن، ما زال له إمكانية لإرجاعها. ومن هنا فإنه لابد أن ينتظر حتى تنتهي عدتها، وهنا يتصور للرجل عدة. كذلك رجل متزوج من امرأة وطلقها، يريد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، يحرم على الإنسان المسلم أن يجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يحرم. فهنا لابد أن تكون له عدة ينتظر فيها ذهاب عدة تلك المرأة التي كانت في عصمته، حتى يستطيع أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. المشغول لا يشغل. كذلك أنا في الحج وفي منى، هكذا أكون متلبسا بأفعال من أفعال الحج، لا يجوز لي أن أحرم بعمرة لأنني مشغول بالحج، ولا يجوز إدخال العمرة في أثناء وقت الحج. طبعا أولى من هذه الصورة أن أكون بعرفة وأنا في الحج، فأذهب فأفعل عمرة مثلا، ولا يكون هذا. لماذا؟ لأنني مشتغل بعبادة أخرى قد أخذت هذا الوقت. مثلا لا يجوز لي التشريك في النية بين الفرض والنفل إذا كان متعارضا، فأنا أصوم رمضان فآتي وأقول أنا سأصوم رمضان غدا، يوم من رمضان سأصومه، وأصومه أيضا بنية أنه نفل، لا يجوز هذا لأنني مشتغل بالفرض، فلا يجوز إضافة نية النفل فيه. كذلك في أبواب العقود، أنا رهنت بيت معين، الرهن عبارة عن وثيقة، شيء موثوق يعني، أي مربوط محبوس، وثيقة يستوفى منها الدين عند تعذر السداد. أنا رهنت هذا البيت للدين، هذا لهذا الدائن حتى يستوفي منه، لا يجوز أن أرهنه لدين آخر. أنا بعت هذا العين، هذه العين بعتها لأحدهم، فلا يجوز أن أبيعها لشخص آخر. المشغول لا يشغل، قاعدة مهمة جدا تفك كثيرا من المشكلات لدينا. وإلى لقاء قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.